باشا. والله العظيم ثلاثة ما عملت حاجة يا باشا. ملحوش فيهم كل الملفات. بخصوص المدعو محمود عبد الناصر الذي أرسل الفرع مذكرة للتحري عنه، نفيدكم أن المذكور والده من العناصر اليسارية الإيثارية المحرضة على قلب نظام الحكم والمناوعة للسلطات القانونية، وسبق اعتقاله أكثر من مرة، وهناك تأثر واضح لابنه به يمكن أن يجعله مصدر إزعاج للسلطات في موقع حساس كهذا، ولذلك نوصي بعدم قبول تعيينه حرصاً على أمن الدولة. والله الم